هيا روح الخالق واملأ عقول خلائقي، جد بالسخاء الفائق لقلوب كل مؤمن. بتنظيم من المحكمة الكنسية اللاتينية في القدس، انطلقت في البحر الميت فعاليات المؤتمر القانوني الكنسي السنوي الخامس بحضور البطريرك فؤاد طوال والمدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية الأب بيير باتيستا بيتسابالا والأساقفة وقضاة المحاكم الكنسية من الأردن وفلسطين والجليل ولبنان وسوريا والعراق ومصر وإيطاليا. وفي الجلسة الافتتاحية شكر البطريرك الطوال الأردن قيادة وحكومة على ما قدمته من تسهيلات كبيرة ساهمت في إنجاح المؤتمر. وجود هذه الوفود الكثيرة من كل الدول العربية يدل على أهمية العيلة وعلى حاجة للعيلة إلى الإرشاد وللاعتناء فيها. أوضاعنا صعبة جدا، أوضاع عائلاتنا صعبة جدا لعدة أسباب، منها الأوضاع السياسية اللي مزقت العائلات ومزقت الأوطان، فهنا في اهتمام خاص كيف نصمد العائلة وتبقى العائلة. بيساعدنا بالأردن بالإضافة للقوانين الكنسية الموجودة، لسه في عندنا روح عشائرية وعندنا بعض العقال، وهذه الروح العشائرية بتساعد على تخطي بعض الصعوبات إلا بد عنها. تحدث في جلسات المؤتمر الذي شارك به عشرات الكهنة من مختلف رعايا الأبرشية من الأردن وفلسطين والجليل وقضاة المحاكم الكنسية في عدد من دول العالم المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية الأب بيير باتيستا حول العائلة وسر الزواج المقدس، لافتا إلى أهمية هذا اللقاء الكبير في مساعدة العائلات التي تعاني من انشقاقات أسرية تنعكس بالتالي على علاقات أفرادها. This meeting with all the experts and the bishops of Middle East about the families and how to help the families, especially the broken families, is very important and we will give concrete indications for the life of the churches of the future. وألقى مشرف عام المحاكم الكنسية المارونية المطران حنا علوان كلمة تحدث فيها عن الإجراءات الرعوية قبل الوصول إلى المحاكم ودور كل من الكاهن والأسقف والقاضي وأعضاء لجنة الإصغاء والحوار في معالجة القضايا الزوجية. الأسقف بأبرشيته هو أب وقاضي وطبيب، أنا زدت عليهم أب ورأس وقاضي وطبيب، لأنه الأب والرأس باتر ات كابوت، كل مطران بأبرشيته، أنا زدت علي الكابوت تأشرح ليش، لأنه إذا أخذنا كل نقطة من هودي تكتمل وظيفة المطران بأبرشيته. كما تناولت جلسات المؤتمر الذي يستمر لخمسة أيام العديد من الموضوعات شارك بها محاضرون متخصصون من جامعة اللاتران البابوية في إيطاليا والمحاكم المارونية في بيروت، حيث يعد هذا المؤتمر من الأحداث الرعوية الهامة لعموم القضايا الأسرية. وهذا بيعني انطلاق من صفة الكنيسة إنها عائلة والعائلة هي أيضا كنيسة، وبالتالي من هاي المفاهيم بيسهل علينا تجميع كل المواقف وتوجيهها في سياق واحد. Questo il contesto sinodale, ma torniamo alla mens legislatoris. وهذا ملخص طبعا لأهم التوجهات في سينودوس العائلة وهي اللي حكيناها قبل، في ماذا يوجد في ذهنية المشرع عند إعداد هذه التشريعات.